شحال بوندونتي في رافينيتي. بوندونتي في رافينيتي اختي ما عنديش مع بوكل، عندي اختي عندي خاتم، الا بغيتي خاتم رافينيتي كاين اختي نقلو هذا. واش كاين سلسله قياس 5.5؟ سرت لا اختي سرت لا، نشوف لك ان شاء الله يكونوا في اللايف. كاين في الميزات عندنا جوج سريت ثلاث اليوم الاخوات تاع الصويري، بالتوفيق. شكرا لك اختي حنان، مرحبا و الف مرحبا. اخوات هذه دايره 16000 درهم 600 اورو 6000 اورو 16000 درهم 6000 1600 اورو 1600 عفوا الاخوات 1600 اورو، يعني هذه 1600 اورو 100 مليون و120 الف ريال، مليون و120 الف ريال، هذه غزاله ورائعه. وكما تعودكم ديما نبقاو بالخفيفه الاخوات باش كلشي يستافد من البروموسيون والعروض اللي تنديروا لكم. يعني عندنا لكم هذه السلسله تاع الفي اللي رديناهم لكم، يعني بغيتوهم وكانوا زوينين. بالنسبه للاخوات هذه الثمن ديالها 1350 درهم، هذه 1300 تاع فان كليف، رائعه هذه الاخوات، تجي زوينه. حاول ديال لكم في الطابلو باش تبان. شكرا لكم الاخوات، شكرا لكم اختي توريه، شكرا لك اختي، تاتوما الله يسر لكم ويجيب لكم الله الرزق ان شاء الله باش تاخذوا اي حاجه شريتوها واي حاجه بغيتوها. اخوات كاين هذه ب 1350 درهم 27000 ريال تاع فان كليف، زوينه في رائعه الاخوات، هذه شي حاجه اللي تتلبس يوميا وشي حاجه اللي راقيه. والموديل الاخر اللي هو هذا تا هو نفس هذا، ناقص عليه شويه 1300 درهم 26000 ريال 130 اورو، هذه 130 اورو 26000 ريال هذه الاخوات. يعني هذه الاخوات اختي حنان، شكرا لك اختي، شكرا لكم الاخوات. جاوبني سمر، مرحبا اختي، نجاوبك علاش لا، قول لي شنو بغيتي اختي ونجاوبك. يعني هذه الاخوات 1300 درهم 26000 ريال 130 اورو، شي حاجه اللي غزاله ورائعه وشي حاجه اللي يا سلام، يعني شي حاجه اللي توب. يعني هذه الاخوات راه مجربه وشي حاجه اللي صحيحه. شحال الغرام اختي؟ 465 درهم الغرام. يعني الاخوات يتسوا على شحال الغرام، دابا الخام داير 465 درهم. اخوات جيب لكم السلسله اللي تبغيو وتدي بهم في كادو في راس العام، دابا الناس يبغيو لي كادو وتيبغيو شي حاجه اللي خفيفه وشي حاجه اللي زوينه وتبقى لابساها ديما. هذه الاخوات دايره 1300 درهم 26000 ريال، زوينه هذه. يعني تقريبا راه كاينين شي ربعات لي موديل، نحاوريهم لكم وبنفس الثمن، يعني تقريبا اللي بغى يتخير يتخير فيهم. كاين هادي كاين هادي كاين هادي، زوينين هادو ب 1300 درهم هادو الاخوات. كاين هادي هادي الاخوات 1300 درهم 26000 ريال، على هاد الشكل هذا زوينه. شحال اللي تلبس يوميا، شحال ذوقيه والسلسله تنقول لكم، كنقول لكم الصح والعمل. هادي ب 26000 ريال 1300 درهم الاخوات. اختي تخرم ليبرا دق ليبرا، واخا اختي انا ان شاء الله ندوزو لك اختي سمح سمر، ندوزو لك اختي. انا اختي ندوزو لك. المهم بالنسبه لهذه الاخوات 1300 درهم 26000 ريال، وكاين الموديل تاع الورده اللي تا هو 1130 اورو. هذو الاخوات كاع السلسله تاعو لكم دابا ب 130 اورو 26000 ريال. كاين هذه هي زوينه ورائعه، شي حاجه اللي تلبسيها وذوقيه. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يكملوا لونسومبل ديال راه ممكن تاخذي حلقات جوله، تاخذي سلسله، تاخذي غورميت، يعني تاخذي كل مره حاجه تاخذها تكملي لونسومبل كامل، يعني شي حاجه اللي رائعه. هذه الاخوات 26000 ريال، وكاين هذه تاع الكاري تاع هي ب 1300 درهم. يا سلام، قاعدوا فيهم بروموسيون الاخوات، يعني كل سلسله فيهم ناقصه فيها 200 درهم 100 درهم 150 درهم، يعني زوينين، شي حاجه اللي غزاله ورائعه. 26000 ريال الاخوات 130 اورو، شي تجي غزاله، شي حاجه اللي تتبقاي لابساها وتجي ذوقيه في العنق. و عندنا لكم الاخوات تاع الكلاش، هو الكورميتا ديالو هاد سلسله الكلاش. هاد الاخوات 1700 درهم 134000 ريال 170 اورو 1700 درهم. هاي تاع اوكي تاع الكورميتا ديالها، الكورميتا فين هي الكورميتا؟ ايوا الكورميطه ديال الاخوات اللي بغا الكورميطه
1400 درهم غورميطه بالنسبه للغورميط، السلسله 1700 درهم، وبالنسبه للغورميطه 1400 درهم. يعني هادو زوينين تاع الكلاش، سلسله وغورميطه ديالها كيجيو غزالين. هادي الاخوات 140 اورو، وكاين هادي 170 اورو، زوينين سلسله وغورميطه ديالها. اللي بغى لي بوكلو الخاتم راه كاين حتى هما الاخوات، يعني شي حاجه اللي غزاله وشحال تاع يومي والبوس يومي، شي حاجه اللي خفيفه. وان شاء الله الاخوات ندوز لكم كيبيتو، ندوز لكم الثقيل الاخوات، يعني كيبان ليا ندوزو الثقيل. الهميزات ان شاء الله راه كاين في اخر لايف، ان شاء الله راه غادي يكونوا حاضرين معنا الاخوات بثمن اللي غزال ورائع اليوم. الهميزات الاخوات تبداو من 470 درهم الغرام، يكون براسلي مخرم يكون ثمن مناسب. انا ندوزو لك اختي، كاين عندي جوج براسليت اليوم في ثمن مناسب ان شاء الله. هذه الاخوات 1100 درهم، انا ندوز بحاجه بحاجه باش كلشي يستافد وكلشي ياخذ. خويا سنيسلا تو مدوره، شنو مدوره اختي حليمه؟ يعني بغيتي سلسله تكون علاقه مدوره، واخا نشوف لك. يعني هذه الاخوات دايره 1100 درهم سلسله، وغورميطه ديالها ب 1100 درهم 22000 ريال. شي حاجه غزاله هذه الاخوات اللي تبارك الله تتمشى، يعني في الصيف تكون عاد اقبال عليها كبير، يعني الناس يلبسوها ديما وتجي غزاله، وشي حاجه اللي ديما تلبس في العلق. حاولي تقربي مني من الصغير، حلقات كبار ترواد دي كاينين اختي، كاينين عندي انا ندوزهم ان شاء الله تاهم. اللي بغيتو الاخوات ان شاء الله راه لا تحت في بالي، وان شاء الله كانت موجوده قريبه ليا ندوز عليكم ان شاء الله. هذه 1100 درهم، 1100 درهم هي الكورميطه ديالها 110 اورو دي السلسله والكورميطه ديالها. وكاين هذه الاخوات 900 درهم 90 اورو غزاله، هذه بالنسبه للناس اللي تيبغيو لي كادو، يعني زوينين تيجيو راقين، تيجيو سامبل وش حاجه اللي زوينه. 900 درهم 90 اورو، 90 اورو 18000 ريال، 18000 ريال دي غزالة الاخوات اللي بغاتها سكرينيو. سويري بشحال الجرام؟ السويري بشحال الجرام اخ؟ بشحال اخوات السويري عندي اليوم؟ السويري ان شاء الله في الميزات، كاين الميزات وكاين عندي واحد السرتله جديده، يعني كاين ان شاء الله اليوم الاخوات لايف ممتع، ولايف ممتع ان شاء الله. سلسله قلوي عافاك، سلسله قلوي عافاك، لا اختي سلسله قلوي انا ما قريباش ليا، كاينه عندي ولكن ما موجوداش في اللايف. كاين عندي هاد السلسله هادي، كاين هاد الاخوات هي زوينه، ودي زوينه هادي رائعه. كاين الاخوات هادي بالشوبار، سلسله شوبار فيها 48 سنتيم في الطول ديالها، هاد السلسله غزاله. هادي الاخوات نحاول نقول لكم الثمن، بارطاجي الاخوات، حاولوا بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم باش يطلع اكثر فاكثر. هادي 3200 درهم، هادي الاخوات 64000 ريال، 3200 درهم 340 اورو، هذه 340 اورو الاخوات. شو تبارك الله كل الاخوات اللي داير 44000 درهم، شو تبارك الله غزال غزال صراحه. يعني البلد ديال الاخوات تنحاول نجيب لكم ديما شي حاجه اللي تبهركم، شي حاجه اللي تنال الاعجاب ديالكم. شو تبارك الله الكولي كيفاش دايره الاخوات، هذا 44000 درهم، 4,080,000 ريال. هذه الاخوات راه شي حاجه اللي غزاله، 44000 درهم. يعني اخوات 4400 اورو، تبارك الله كيفاش دايره ماوي، شي حاجه غزاله بالنسبه للناس العراسات والناس اللي مقبلين على المناسبات. يعني شي حاجه اللي تلبسيها وتبان هماويه وماشي لابسه مع كلشي. تبارك الله البلجي الاخوات راه كاين، يعني البلجي رائع رائع البلجي. شوف تبارك الله الكولي تا هو يا سلام، شي حاجه هماويه الاخوات، الناس اللي تيبغيو شي حاجه جديده وموديلات جداد في الحضور ها هما كاينين معنا الاخوات وحاضرين. يعني هذا الثمن ديالو ما موجودش، ما مفرش الثمن هذا ديالو، هذا الوسطاني اللي عرف الثمن ديالو. المهم اللي بغات اي حاجه الاخوات يتحول تسكرين. شفت تبارك الله هذه النباله رائعه، شفت هذه النباله الاخوات، يعني البلد ديال الاخوات اليوم راه ان شاء الله غيكون يعني غزال، وش حاجه اللي هماويه وش حاجه اللي غزاله وش حاجه اللي رائعه. خويا رادكو خفيفه، عندي رادكو بقات عندي وحده فيها 7 غرام و80، انا ان شاء الله نوريها لك. شحال ذهب الجرام اختي؟ 465 درهم الخام، ب 400 اخواتها. كاين هاد النبالة هادي 23700 درهم، 23700 درهم 2370 اورو. هادي الاخوات 2370 اورو غزاله. شفت تبارك الله كي تبان، يعني شي حاجه النقش، شوفوا الاتقان الاخوات في النقش، وشوف كيفاش دايره من الخلف.
يبدا اخوات من الخلف ولا من القدام ديالها، يعني شي حاجه اللي تتبغى انت تلمع بحال فيها الحجر. هذا هو الاخوات البلجي اللي تيبان توب والغوز جولد ماشي الصفر، يعني البلجي في الاحمر تيجي غزال تيبان ذهب، اما الصفر تيجي شويه يعني ما تيجيش فيه نقش وما تيجيش زوين. هذا هو الاخوات ما بين الصفر والاحمر، هذا هو الفرق ما بيناتهم، يعني 23700 درهم، 23700 درهم مليون، 2 مليون و74 الف ريال، هادي 2 مليون و74 الف ريال. غزال الاخوات اللي بغات تسكرين اي حاجه بغيتوها الاخوات، نحاول امبان لكم الرقم ديالي اللي هو 06. الناس اللي تلتحقوا بنا اول مره، حنا تنتواجدوا في مدينه مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس، وتنديروا التوصيل جميع مدن المغرب بالمجان. 06 52 59 91. الخوات اليوم اللي عندها شي حاجه مخبيها في المخده يجبد يعني كاين له ميزه ديال الاخوات بواحد الثمن اللي رائع، ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. انا كنت خديت من عندك عصير الصابون وباغي الخاتم، الا بغيتي تقاد ديال الخاتم يتواصل مع الاخت مريم في الواتساب، انا البنات ديال ايباغليت اختي ان شاء الله كيدوزي لا كوموند، اي حاولي دوزي مع مريم وتقولي لا طاي تاع الخاتم. عندي واحد ولكن لا طاي ديالو فيه جوج سنتيم، ها هو ها هو اختي، هذا فيه جوج يا مريم، هذا فيه جوج سنتيم باش دوزي جوج سنتيم. هذا الاخوات 4.1، الا بغيتي هذاك كان قياسك ان شاء الله نخليه لك. ها هو جوج سنتيم 2500 درهم في الدوره ديالو، جوج سنتيم يعني من الداخل ديالو. هذا الاخوات داير 2500 درهم، 250 اورو خاتم تاع عصير الصابون. الاخوات حاولي الا بغيتي تواصلي مع مريم ان شاء الله غادي دوز معاك لا كوموند. كاين الاخوات هذا تبارك الله ما شاء الله شي حاجه غزاله، اللي بغاتو تسكريني هذا راه رائع، شي حاجه اللي غادي تبقى غنخليوه معنا في اللايف. البلجيان الاخوات ما تيخطرناش في اللايف، وفضيله الاخوات الكورمي تاع فضيله كما وعدتكم غادي ان شاء الله تكون حاضره معنا في اللايف. ها هي تبارك الله غزاله ورائعه، شي عشاقه يعني تشوفها وغادي تاخذها، يعني هذه الاخوات انا 1000% يعني جوج تاع اللويزه تاع البارح، يعني بقات عندي وحده، وحده منهم وحده مشات، يعني داتها واحد الكليانه صراحه رائعه الخدمه ديالهم زوين، كاين تاع اللويزه وكاين هذه تاع فضيله، يعني هادو بجوج يا سلام. الاخوات رائعين شو كيدير تبارك الله، شي حاجه النخوه وشي حاجه اللي تلبسيها وتفكرني عليها. هذو الاخوات تاع فضيله وكاين تاع اللويزه، المهم هادو بجوجهم رائعين. شحال فيهم من غرام هذاك الخاتم عصير الصابون؟ يعني حاولي اختي تواصلي مع مريم، يعني اختي اللي قالت لي شحال غرام في عصير الصابون، حاولي تواصلي مع مريم وغتقول لك كلشي المعلومات على اي حاجه بغيتوها، لان باش يبقى لنا الوقت وندوزو السلعه اكثر تنحاولوا نركزوا على الثمن ديال السلعه والمعلومات الاخرى اللي بغى ياخذ شي اختي راه تيدز الواتساب وان شاء الله تعطيو المعلومات الكافيه على اي اختي كبغى. هذه الاخوات 14300 درهم، هذه تاع لويزه يعني 14300 درهم. شنو تبارك كيفاش الخدمه ديالها كيفاش دايره ومن الخلف ديالها كيفاش دايره الاخوات، يعني شي حاجه غزاله وشي حاجه اللي مخدومه شي حاجه اللي رائعه. الثمن ديال الاخوات 14300 درهم، 1430 اورو، 1430 اورو غزاله ورائعه وشي حاجه اللي مشيه وتبارك الله. راه لويزه الاخوات هو دابا طوندونس في السوق، هو اللي تيبغيو الناس و تي شي حاجه اللي تلبسيها وتتبان رائعه الاخوات. لويزه في الوسط وكلها مشبكه يعني تجي غورميت غزاله. الثمن ديالها 14300 درهم، 1,086,000 ريال، 1,086,000 ريال. اللي بغات الاخوات تسكرينيها غير تسكرينيو باش تسهلوا علينا الخدمه، يعني باش كلشي يعرف اشنو بغى وان شاء الله. اللي بغات نزيدو صوره لها واضحه اكثر وفضيله الاخوات تبارك الله الكورمي تاع فضيله يا سلام، خوش كديره تبارك الله من الخلف ديالها مخدومه شي حاجه اللي غزاله. شفت تبارك الله كديره من الخلف ومن الامام كيفاش دايره الخدمه، يعني شي حاجه اللي غزاله وشي حاجه اللي دوقيه الاخوات. نعودكم بالجديد وديما الاثمنة غزاله الاخوات اللي غتلقاو فرق ما بيننا وبين يعني تقريبا تنحسبوا حنا الثمن المصنعي الاخوات، ما تحسبوش الثمن تاع الخدمه وتزيدوا هذا، يعني ثمن المعمل تنحاولوا نديروا واحد الثمن اللي مناسب وتنجيبوا السلعه بواحد الثمن اللي غزال اللي باش كلشي يستافد وكلشي يلبس. الثمن ديال هاد الاخوات 21600 درهم، 21600 درهم تاع فضيله غورميت وغزاله، 21600 2160 اورو،
2160 اورو الاخوات، يعني غزاله وش حاجه اللي يا سلام تمسيها وتفكرين عليها. دابا الاخوات سكرين تنحاول نخليكم الارتيكل باش يبغى يسكريني. الثمن ديالو 21600 درهم، 2 مليون و 32 الف ريال، 2 مليون و 32 الف ريال. شي حاجه غزاله. كاين عندنا الاخوات هادي تا غورميت زوونه، بقات عندي هادي الاخوات اللي بقات عندي في غورميت السلسله ديالها اللي بغاها ان شاء الله نوجدها ليه، يعني ان شاء الله راه يجيو ان شاء الله يعني غادي يجيو ندوزو في اللايف. بقى عندي غورميت 8700 درهم، 8700 درهم ديال الغزاله ديال الاخوات، 8700 درهم ديال الاخوات، 870 اورو، 870 اورو، 174 الف ريال.